محاولة تدمير جامع الصحابة خالد بن الوليد. وصباحنا أجمل صباح بوجودك بيننا، فعيد الأضحى أصبح عيدان. العيد الأول هو عيد الأضحى، والثاني هو عيد لأهل حمص يوم الأربعاء غدا إن شاء الله، سنعيد سوية بإذن الله تعالى. فأهل حمص قد اشتهروا بخفة الدم والجذبة إلى الله عز وجل، فهم سعدوا بحضورك وقدومك. يستمع إلى مراحل الترميم التي جرت لهذا الجامع بعدما استهدفه الإرهاب في السنوات الماضية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.